بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إذ قال يوسف لأبيه يا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر سبحان الله والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فيكيدوا لك
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربي لسميع دعاء كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما ضالا فهدى ووجدك عائلا
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.